اهلا اهلا وسهلا ست موليز. شو بتشتغل انت؟ انا اشتغلت حاجات كتير، حاليا بشتغل شيف. شيف؟ بتعرف تذبح؟ يعني مش بالاسم يا غازي. لك اول مره بحياتك تعمل شي منيح، يبقى انت اللي هتمسكه. امسك ايه؟ خالد. ليه؟ تثبت راسه عشان حرام روح ما يشوف السكين وهي جاي عليه. ايوه فعلا هم بيتعذبوا قوي في اللحظه دي. ايوه عشان الرحمه. ايوه وانا راح افصل راسه بسرعه عن جسمه وامد ايدي جواته واجيب لك الكبد ني تعمله لنا بدبس رمان جليان وراس عصافير كيف ما بتحب على ذوقك عشان يحرم. لا 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 ست موليس ايدي بخصوص الكبده، مش عايزك تحملي هم الكبده خالص، ده انا هعمل لك. انت عملت ايه؟ والله ما عملت حاجه. ما عملتش ايه بس يا راجل؟ بتقول لك هتفصل راسك عن كبده وهتعمل جسمك راس العصافير بدبس الرمان، امال لو كنت عملت كانت عملت ايه؟ انتوا لسه هتعملوا. يلا وطي. نهار اسود. خلاص. شو ما في رجال بالبيت؟ ايوه يا اخي. انت فين من الصبح؟ يخرب بيت ستك، رجال اثنين ثلاثه ترمينا. خلصي. اخلص انت. طيب ماشي اوكي. نهار اسود. ده غازي تثبت. فهمت.